فرناجي القهوة بيها شاي؟ لا هو بس البن قليل شوية بس كويس عشان الضغط. مو عجبتك؟ لا هو بس السكر قليل بس كويس عشان السكر. أحسن بكتير. هو في الحقيقة مفيش قهوة خالص، مفيش غير شفطة واحدة بس كويس عشان تصلب الشرايين. مستر ناجي، أنت شو ناوي تساوي بعد ما تخلص مدتك في السفارة؟ ناوي أشتغل في البزنس، أنا أصلي أحب الفلوس. إحنا على في إسرائيل؟ آه إن شاء الله. جميل، وشو ناوي تساوي؟ ناوي أسرع البنك ذا. إيه على طول كده جرس إنذار. ده أنا لسه بفكر. لا هذه التجربة بتاعت السيستم. مستر ناجي أنت أوحيت لي فكرة عظيمة. لازم يخترعوا ألارم يضرب بمجرد ما حدا فكر يسرق البنك. تعملوا أبوها. بعد كده نقرا في الجرايد القبض على 5 قاعدين في قهوة متلبسين بالتفكير في سرقة بنك. دول 150 ألف دولار؟ أيوة. أعدهم ولا إيه؟ أنا حمضي على وصل الاستلام. المثل بيقول لا تعد ورا يهودي. دول ناقصين ورقتين. لا مستحيل. زي ما بقول لك كده حطهم على الجهاز. مو معقول مستر ناجي، انت عبقري. شتتعرري إسرائيل، شتقوم بيت أرذامت ما عزيمو بعيدان حسنين بها بوليتيكا إيل هجعنو لسي شلها هالدردروت نسجنو مع الزاخد سداديت بلو كبانو شوم تمورا رقش يانو خيم تخت أيوم متميد شلت ليها تيروريستي نسجنو مدروم لبنان וישראל איבדה את כבודה. תור הזהב שלנו היה עידן ההגנה ועצל והארגונים הלאומיים. נתנו להם לקחים קשים בדיר יאסין וכפר קאסם. הרגנו מהם אלפים. מה עשו הפוליטיקאים ב-40 השנים האחרונות? הם לא עשו כלום. רק בתורים וכניעה ומסע ומתן משביל. הם מתכננים גם לוותר על יהודה ושומרון. אחרי כך תושמד ישראל ויושמד גם עמה הגדול. המרגמות בעלי טווח של 16 קילומטרים יפגעו באזרחינו במרכז הארץ, גם בהרטסליה. לא! זה לא מקובל עליהם. מוות לערבים, מוות לפוליטיקאים השכוחים המושחתים, מוות לאלה שרק אכפת להם לסוף כסף בלי התעניינות לאינטרס של ישראל. Go!
حاجة لا بإذنك بها إرجونيم هالأميين. ميزوت يوسي إبداعك كيفودا فوتاني ألدن ستودنتيت بإنفرسيتات تل أفيف بيشناتك مار مي بيعني أنا؟ إفشار لي هوتسي تعالت مي منا وما بيحس لا بشلا هو عربي مسلمي أفال هاني يهودية ومؤمنة بهلخا هيهوديت حييها بين هلي مدين لهافكانوت بأونيفرسيتا هافكانوت؟ لما؟ هاني ألدن دقمامي خبادت لدوره حداش دور هاهت بكهوت أني رؤي شأفشار لهافيق تعالت ممنا قمري هيا نوتيها بسيدر بسيدر يوسي نفقوش أوتا الو كين اني راف سارن يوسي كارمي مها شباك ما اتا روتسي اني روتسي لدبر كيتسات اتاخ تدبر؟ لو درخ التليفون اني متسيا شتفوئي اتسلينو بمسرات زي زمون رشمي؟ كمعت اهلا هاني اهلا وسهلا يا انت بتتكلم عربي كويس اهو من عشرة الكم وحافظ امثال كمان احنا بدنا نحكي معك شوي بخصوص الكلام اللي قلتيه في الندوه بالجامعه انا بقول اللي مؤمنه بيه وما بيهمنيش حد لكن انت بكلامك هاد اساتي للقياده الاسرائيليه والحكومه مستاء كثير من كلامك طز في الحكومة الإسرائيلية عملت إيه الحكومة الإسرائيلية وأعدائنا عمالين يصلحوا نفسهم بصواريخ سكود وبإم 600 وعمالين يعملوا منظومات دفاع جوي ويطوروا فيها عشان مفيش طيارة إسرائيلية تطلع بره إحنا كل حروباتنا الأخيرة انهزمات عملنا إيه بالسلام اللي قبلنا بيه ما أخدناش منه ولا أي حاجة ولا حتى الأمان وجايين دلوقتي تقولوا لي حكومة طز بقى في الحكومة اسمعيني هاني انت برأيك شو ممكن يكون الحل؟ شو ممكن إسرائيل تعمله؟ الحل الوحيد ان احنا لازم نواجه السلاح الرادع اللي كل القوى اللي حوالينا عمال مواجهينه ناحيتنا يعني اجتياح لبنان يعني اجتياح لبنان بالكامل وباي طريقه لازم ميدان المعركه ينتقل من هنا لهناك اوكي اوكي هاني اسمعيني منيح انت هاي اخر سنه عندك بالجامعه بعدين نحن بدنا ياكي تشتغلي عنا هون بالشبك